وتقتل أصبح رئيس البعثة، والاستماع لما جاء به، وحقيقة جاء كأنه يبدأ من نقطة الصفر، وكأننا كنا 4 سنوات أو 5 سنوات لم نكن شيء في اتفاقية السويد. هذا دليل كبير جدا على أن هذه اتفاقية هزيلة ولم تنفذ منها أي بند من البنود. بعثة الأمم المتحدة رغمها بحاجة إلى رئيس بيئة صاحب قرار حقيقة، وسبب فشل جوها ومن قبله هو أنه لا يستطيعون أن يتخذوا قرارا صارما ضد الميليشيات الحوثية. كنا اتفقنا في عهد المؤيد السابق جوها بأن يتم فتح معبر، وحقيقة قيادة الدولة وقيادة المقاومة الوطنية عملنا بكل جهد صباح بنهار، وتم تأسيس منفذ بحيث أننا نتكلم عن جانب إنساني بالدرجة الأولى، لأنه أصبحت محافظة حديدة هي محافظة مغلقة ومحاصرة لجميع أبنائها. فالذي يريد أن يذهب من الطرقة إلى الجراح يحتاج إلى 4 أيام، بينما الطريق ما بينه وبين الجراح والخوخة هي 5 دقائق أو حي. فقمنا بتجهيز كافة التدابير الأمنية والمنفذ، لكن للأسف فشلت، وفشل جوها بأن يعني يكون توجيه صاحب ميليشيات الحوثية بفتح المنفذ.